صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما. اليوم موعد جديد اليوم من خلال برنامج صحة وسلامة. موضوعنا فيها اليوم غادي يكون على الخصوصية ديال الشخص المسن خلال فصل الصيف وكيف لازم تكون العناية به خصوصا إذا كان كيعاني من بعض المشاكل الصحية. لهذا الموضوع اليوم حاضر معنا الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. صباح الخير وأهلا بك دكتور الودغيري، مرحبا بك معنا. صباح الخير وصباح العفاف، صباح جميع المستمعين والمستمعات، اهلا وسهلا. فاليوم ان شاء الله الموضوع ديالنا غادي نحاولوا قدر الامكان جوانب كثيره كتعلق بالشخص المسن، غادي نطرقوا لها اليوم ان شاء الله فيما يخص له. فارقام التواصل معنا ان شاء الله غتكون مفتوحه امام كل الاوفياء، مرحبا بكل تساؤلاتكم المرتبطه والمتعلقه بموضوعنا اليوم، هي 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 09. ما تنساوش كذلك كيمكن لكم تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 الا كتبتوا كلمه صحه SHA خليتوا فراغ صغير وبعثوا بالسؤال ديالكم طبعا مرفوق بكلمة صحة للرقم 5080. ثم الاسماس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. قبل ما غادي نمروا طبعا موضوعنا اليوم والبداية باش غادي نتكلموا كيف مشرنا على موضوعنا اللي عنده علاقة بالشخص المسن والصحة ديالو خلال فصل الصيف، غادي نبقاو لحظة مع أول اختياراتنا الغنائية، من بعد غادي نتوقفوا مع فاصل إعلاني ورجع لكم مباشرة، فبقوا معنا. علامات غاديو الإذاعة القريبة منكم في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. كيف مشرنا اليوم موضوعنا من خلاله طبعا في البرنامج غادي نعرفوا واش كاين شي خصوصية الخاصة بالعناية بالمسن مع فصل الصيف. لهذا الموضوع معنا الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. مرحبا بكل تساؤلاتكم 05 22 46 52 51 أو 05 22 43 00 09، كذلك عن طريق رقم 5080 إلا كتبتوا كلمة صحة مرفوقة بسؤال ديالكم وبعدتوا كل شيء للرقم 5080. في البداية دكتور مصطفى الودغيري، ربما في حلقات سابقة كنا تطرقنا لكثير من المشاكل الصحية اللي ممكن يعني كيتعرض لها الشخص المسن، وكنعرفوا كلنا مع التقدم في العمر فالكثير ربما من المشاكل الصحية اللي كتبان، ولكن احنا دائما الهدف ديالنا كنقول من البرامج ديال التوعية الصحية احنا كإعلاميين ثم كأطباء، انه الانسان لما كيوصل لواحد سن معين وكيتقدم في العمر هدفنا انه ديك الاعضاء اللي كيعيش بها تكون مازال خدامة. يعني بالفعل كيأسفنا لما كنشوفوا انسان يعني يوصل مثلا واحد السن ديال 60 ولا 65 سنه وكتلقى عنده مشاكل مثلا على مستوى القلب، مشاكل على مستوى الكبد، مشاكل على مستوى الكليتين، على مشاكل كذلك على مستوى الرئه. يعني كنقولوا بطبيعه الحال انه المرض من الله سبحانه وتعالى وكذلك شفاء منه، ولكن على الاقل الانسان ذاك نمط العيش يعني كيف ما كنقولوا يكون دار اللي عليه. فاليوم غادي نتكلموا على الشخص المسن وفصل الصيف، يعني شنو التحديات اللي كتواجه هذه الفئه من الناس؟ قبل ما نتكلم على التحديات نبغي نتكلم فعلا على المساله، النقطه اللي تكلمتي لها ديال الانسان كيفاش يستعد لهذه المرحله ديال السن الثالث، يعني بعد 65 سنه كاين اللي كيسميه العمر الذهبي. العمر الذهبي فعلا كلمه جميله، لاج دور. الانسان خص ياخذ الاحتياط ديالو من الوقت، يعني في وقت ديال الشباب ديالو، وقت ديال باقي صغير، يعني ماشي حتى يكبر هذه يولي يعني ياخذ الاحتياطات ويمارس الرياضه ويدير هذه المساله ومساله اخرى. فكتبدا الاحتياط من الصغر ديال الانسان، 25 سنه 30 سنه كيبدا الشخص يستعد واحد المرحله باش ملي يوصل لهذيك الوقت يكون في صحه جيده. هنا اللي كنسميو الفرنسي لو بيان فيغ، كيفاش انسان يعيش واحد الحياه وهو متمتع بكامل الصحه ديالو، الصحه الجسمانيه او الصحه العقليه، لان ما ننساش ان كاين الصحه العقليه الانسان، لان مع التقدم في السن الانسان كيبدا مجموعه ديال الوظائف في الجسم كتبدا تنقص، جميع الاعضاء كيبداو ينقصوا في الوظيفه ديالهم، وكيكونوا يعني اي حاجه تقدر تاثر عليهم، سواء مشكل ديال القلب، مشكل ديال الرئتين، مشكل ديال الكلي، مشكل ديال الدماغ الى اخره، فكل شيء كينقص الوظيفه ديالو. كمثال كنقولوا بان غير الكلي بوحدهم ابتداء من 80 سنه كيفقدوا 50% من الوظيفه ديالهم اللي خصها تكون، يعني 50%، يعني ماشي كاينين ماشي مرض ولكن ما كيبقاوش يخدموا 50% مقارنه مع الشخص اللي باقي صغير في السن. فالانسان يستعد في هذه المرحله اللي مرحله مهمه باش يقدر يعيش وهو كيتمتع بالمسائل اللي في الحياه ديالو، في وليداته، بالوقت الفارغ اللي عنده، لان غالبا بعد 65 سنه الشخص كيخرج من التقاعد، فيمكن له يزاول واحد المجموعه ديال الامور، الحياه الاجتماعيه ديالو والحياه يعني
الامكانيه العائليه الى اخره خصو يكون مرتاح ماشي كبر ويكون عاله على المجتمع. وهذا هو الخطر ان الانسان كيولي عاله وان الانسان كيولي اللي ما كانش شي حد معاه غادي يقدر يقابله ولا غادي يتكلف به كيولي مع الاسف خلق مشكل كبير في العائله لا هو ولا بالنسبه له ولا بالناس اللي عايشين معه. نعم وكنعرفوا انه حتى النفسيه ديال هاد الناس كيفاش كتكون الا كان حس انه حتى شي حاجه ما كيقدر يديرها بلا المساعده ديال الاخرين. نرجعوا للمساله ديال فصل الصيف كذلك شنو الخصوصيه اللي كتكون عند هذه الفئه من الناس؟ المشكل الكبير اللي كيتعرض ليه الشخص المسن هو مشكل ديال الاجتفاف مع الحراره اللي كتكون في هذا الوقت هذا. فالشخص المسن كيتعرض للاجتفاف ولا ديجيتاسيون وهاد الاجتفاف هادي كتعرض الشخص لمشاكل صحيه كبيره. كمثال انه في فرنسا في 2003 كانت عدد الوفيات ديال الاشخاص المسنين 15000 حاله. هنا كانت لو سين دالارم ان فرنسا هاد يعني خداو الاحتياطات ديك الساعه ما كانوش مستعدين لهذيك الموجه الحاره اللي كانت. والاشخاص المسنين واحد العدد كيعيشوا اما في المراكز المسنين او في البيوت ديالهم ما عندهمش واحد الناس يعيشي معهم. فالاغلبيه ديال الوفيات كانت بسبب الاجتفاف. الحراره كتخلق مشكل كبير لان الانسان خصو ياخذ الاحتياطات اللازمه ديالها. حنا نتكلموا على الخصوصيات ديال المسن فعلا ملي كتكون هاد المشكل ديال الحراره. علاش ما كيبقاش يشرب بزاف كيولي الانسان اللي ما فكرتيش باش يشرب يقدر ما يشربش ولا ما يحسش براسو كاع بالعطش لان مركز ديال الاحساس في الدماغ اللي كيحس بالعطش ما كيبقى كينقص كذلك كما تكلمنا حنا الوظائف الجسم كينقص ذاك الوظيفه ما كيبقاش يحس بذاك الشعور بالعطش. فانسان اللي ما كانش حنا نتكلموا من بعد شنو التعامل معه ولكن اللي ما كانش كيشرب الماء في كل وقت كالذات ديالو كتنشف وملي كتنشف الذات كيتعرض لمشاكل كثيره صحيه لا مشكل ديال الكلي ولا مشكل ديال القلب ولا مشكله ديال الدماغ الى اخره. نعم طيب نتواصل مع المستمعين الكرام دائما ارقامنا 0522 46 52 51 أو 52 أو 0522 43 00 00. ما تنسوش كذلك عن طريق رقم 5080 غادي ناخذوا اس ام اس من عند سناء كتقول أن الأم ديالي عندها 50 سنة ومشكلة بغيت نسول الدكتور ودغيري أنها ما كتاكلش نهائيا فين ما كنحطوا الغداء ولا العشاء ولا حتى الفطور دائما كتقول أنها شبعانة. فبغيت غير نعرف واش في هذا السن أشنو واش ناخذوا ليها شي دواء اللي كيفتح الشهية ولا شنو نتعاملوا معها. هي الحمد لله ما عندها شي مشكل صحي إلا أنه الماكلة راه ما كتاكلش نهائيا ولا ما كنسولها كتقول أنها شبعانة. الو حنا تكلمنا فعلا عن المشكل ديال الاجتفاف لنظر عدم شرب الماء. كذلك كيكون بعض المرات خلل في التغذيه. الناس ربما في ذاك الوقت ديال الصيف ما كيعطيوش اهميه كثيره يعني المسائل اللي فيها الماء كالخضر كالفواكه يعني كنعرف في الوقت ديال الفواكه ديال الصيف كالدلاع كالبطيخ هذو كلهم فواكه اللي فيها الماء وفيها سعرات ديال الكالوري كثيره فمحتاجين ان الناس في هذا الوقت ياكلوا واحد الوجبه غذائيه اللي تكون متوازنه. فبالنسبه للسيده اللي كتسول فعلا المشكل انه الشخص 50 سنه فباقي ماشي بقى حنا ما كنعتبروش من المسنين 65 سنه فوار 75 سنه 50 سنه ملي كتبو ما عندهاش شهيه الماكله خصنا نشوفوا ماشي دائما مشكل كيكون صحي. بعض الحالات كيكون مشكل حتى نفساني كيكون بعض المرات حاله ديال الاكتئاب او حاله ديال الضغط النفسي الى اخره كيجعل الانسان انه ما كيبقاش يبدي ذاك الرغبه ديالو انه ياكل. فافضل انها تقوم واحد المجموعه ديال الفحوصات الطبيه تشوف الطبيب المختص ربما تحتاج بعض الادويه اللي هي بسيطه باش تفتح لها الشهيه ديالها. نعم وانه ربما حتى ذاك ما عرفتش انا نمط العيش ديالها ربما اللي كانت الشخص ما كيخش بزاف ما عندوش انشطه يوميه ما كتحركش كاين واحد النوع ديال الروتين في الحياه ديالو. فجميع الامور كتنقص لا من ناحيه الاكل ولا من ناحيه الشرب الماء ولا حتى النوم كاين اضطرابات في النوم الى اخره. فالشخص انه خصوصا الشخص المسن خصو يعيش واحد الحياه اجتماعيه اللي هي تكون متوازنه انه بقى يحافظ على العلاقات مع العائله مع الاصدقاء يمارس الرياضه يتحرك فتكون عنده واحد الحاله باش يحس براسو بانه باقي حاله جيده. نمشيو نتواصلوا مع المستمع الكرام ناخذوا ليلى معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير ليلى. السلام عليكم ليلى. ليلى وعليكم السلام ورحمه الله. الراديو اللي حداك يا ليلى طفي ولا بعدي عليه لانه كيرجع لنا الصدى ديال الصوت. واه ممكن نقول دكتور الله يخليك. مرحبا ليلى. مثلا عندي الاخت ديالي عندها شي 40 عام دابا وكتاخذ مثلا 3 فوا الكافي باغ جور
يا اما في الصباح يا اما في الليل، والاغلبيه كتاخذ كتشرب كاس القهوه ملي كتقرب تنعس. كتقضي غير هكا شي حاجه ولكن كتشرب قهوه بزاف في النهار، واش هذا ما يمكنش ياثرها على الكلوه ديالها هكا ملي توصل مثلا 60 عام 50 عام هكا؟ واخا وحتى اتي كتاخذ حتى هو سبعه الكيزان في النهار هكا، قهوه ثلاثه الكيزان في النهار. قلنا زعما يكون عندها شي مشكل هكا على مستوى الكلي ديالها ملي تكبر. نجاوبك ان شاء الله ليلى. شكرا لك تواصلتي معنا، شكرا لك. وهذا هو الغرض من البرنامج، انه احنا مازال في هذا السن ونبداو نسولوا شنو هما الحويجات اللي خصنا نقربوا، طبعا نقربوا لهم، وشنو الحويجات اللي خصنا نبعدوا عليهم. ليلى كتسول بالنسبه للحاله ديال الاخت ديالها، كتاخذ تقريبا ثلاثه ديال الكيسان ديال القهوه يعني في النهار، وخصوصا ذاك الكاس ديال القهوه قبل ما كتمشي تنعس دكتور مصطفى الودغيري، زائد ثلاثه ديال الكيسان تقريبا ديال اتاي. بالنسبه للقهوه وبالنسبه للشاي هما الانسان ماشي مشكل يتناولهم، ولكن باعتدال. الاكثار من الشيء والافراط من الشيء كله كيرجع بعواقب سلبيه، خصوصا بالنسبه للقهوه وبالنسبه للشاي فيهم مواد اللي هما كنسميو حنا دي ديوريتيك. هاد المواد هادو كيشبه ان الانسان اللي كان كيشرب القهوه بزاف ولا كيشرب اتاي بزاف كيكون كيتبول بزاف، وكيقدر انه الدات ديالو تنشف، خصوصا كناكدوا عند الشخص المسن، ولانه هو اللي كيقدر يفضل خصوصا في الفتره ديال الحاره، انه الانسان كيكون مع الصاد ما كيشربش الماء بزاف، ويزيد شي مسائل اخرى اللي كتجعلوا انه يفقد الماء كثير، فهنا كيقدر يتعرض فعلا للاجتفاف. بالنسبه للانسان العادي 30 سنه ولا 40 سنه يعني الاطباء ما كينصحوش عدم تناول يعني الشاي او القهوه، بحق كيقولوا يعني باعتدال كاس ديال القهوه في النهار او كاس ديال اتاي ولا جوج، يعني ما يكونش داك الشيء كثير باش ما يكونش عنده مضاعفات سلبيه. نعم. طيب نرجعوا دائما وعلاقه طبعا موضوعنا بالشخص المسن والتحديات اللي كيواجهها خلال فصل الصيف. كنعرفوا انه مع الموسم ديال العطله الكثير من العائلات كتختار انها مثلا غادي تسافر، اما تمشي للبحر اما تمشي لشي منطقه معينه، كاين اللي كيختار الجبل. كاين لما كيكون شخص مسن وسط العائله ومثلا مشينا للبحر او لا، دكتور مصطفى الودغيري كيبقى دائما عند بعض الناس السؤال مطروح، الا مثلا ديت الوليدات ديالي انا للبحر، هاد الام ولا الاب يعني واش غادي نخليه في الدار؟ واش غادي نديه معايا؟ كيبقى سؤال مطروح الا خليته في الدار، ديك المساله ديال القنطه، لانه غادي يبقى بوحدو حنا في عطله وجايين، بالعكس انه كل واحد فينا يلقى ذاك المتنفس ويدوز وقيت ليه هو زوين. هنا كيف لازم نتصرفوا؟ هذه نقطه مهمه جدا، المساله ديال الشاطئ كذلك وكيفاش كتاثر على الشخص المسن. احنا ملي كنقولوا انه باش نتكلموا على 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 الماء، ان الشخص المسن خصو تكون واحد العدد تكون عنده ايجابيه. شرب الماء تكلمنا على شرب الماء اللي هي من المفروض اللي كنصحوا بها، هي على الاقل اتر ونصف في النهار، ربما يكون حتى اكثر في بعض الحالات ملي كيكون الحمى او كتكون ربما اسهال او كيكون ربما يعني كتكون شي مسائل اخرى كتجعل ان الانسان خصو يشرب ماء ربما حتى يوصل ثلاثة حتى أربعة لتر. هذه بالنسبة. المسألة الثانية أنه الشخص المسن خاص ياخذ الاحتياطات ديالو، ماشي فقط غير شرب الماء ولكن حتى في البيئة اللي كيعيش فيها. يعني في واحد نفرض واحد البيت، هاد البيت اللي كتكون فيه الصهد الحرارة كتوصل 35 درجة أو أكثر، خاصو يكون عنده مكيفات اللي هي اللي غادي تساعد تبرد الجو. خاصو فعلا أنه داك لي ريدو يكونوا ينزلهم باش ما يكونوش باش ما تخش الشمس الغرفة بصفة مباشرة. خاصو كذلك يبرد الجسم ديالو. حنا عندنا العادة في المغرب أنه كتكون داك الفوطه كيديروا فيها الماء او كيديروا فيها ماء زهر او كيبردوا الجسم ديالهم فهي ممتازه. فهذه المسائل اللي تقدر يتفادى انه يخرج في واحد الوقت اللي كتكون في حراره قصوى بحال ابتداء من 12 ديال النهار حتى لاربعه، هذا الوقت هذا كنصحوا انه الشخص المسن ما يخرجش في هذا الوقت. هنا باش نتكلموا على النقطه السؤال ديالك، فعلا وقت الصيف وقت ديال الراحه، وقت ديال الاستحمام، وقت ديال يعني الراحه بصفه عامه. فملي كتكون العائله غتسافر شي بلاصه، من الافضل انه الشخص المسن يمشي معهم باش كيحس بانه عائله اللي كتهتم به وبان كتعطي العنايه اللازمه وبان كلشي كيفرح به، فكتبقى داك التماسك العائلي في كل وقت، ماشي غير في الوقت ديال العمل وفي وقت ديال الراحه نمشيو نصافو ونخليوه في الدار. هذه مساله ما خصهاش تكون نهائيا. فاللي كان مشاو للشاطئ او مشاو واحد المكان، ديما يختاروا واحد المكان اللي ما يكونش متعرض بزاف للشمس. نفضلوا بحال ما يكونش يعني مكان ما يكونش الخيم بحال لي كومبينغ، افضل لا، لان الشمس الخيم كيتشد الحراره كثير. يعني غرف تكون هذا، ويحاول يتفادى انه يخرج الشمس يعني الشاطئ في الوقت ديال ملي كتكون الحاره، مش هذا يخرج في الصباح ولا يخرج قريبا ملي قرب غروب الشمس كيكون الجو ملطف. ما يخرجش في الوقت ملي كتكون الحاره مش هذا، ويشرب الماء بصفه كافيه
معنا سهيل كيسول كيقول لنا في العمر ديالي 32 سنه وعندي الاب ديالي في العمر ديالو 74 عام لما كنمشيو للبحر دائما كيختار انه يدفن رجليه في الرمله، واش ماشي مشكل؟ ماشي مشكل. بعض الامراض اللي كتقيس خصوصا المفاصل العلاج يعني بالرمل او بالحراره كتكون مفيده، يعني حتى في بعض التمارين او بعد في الترويض الطبي حنا كنستعملوا بعض الحالات داك الاشعه لي زانفراروج باش كيسخنوا فعلا المفاصل، وكاين علاج اللي هو طبيعي واللي كيكون مفيد. فكتبقى غير الوقت اللي غادي يدخل يعني يدخل الرمله، خص وقت ما يكونش الحراره مشدده بزاف باش ما يتصابش يعني بان كو شالور، يعني بواحد ضربه ديال الشمس كنسميوها، خصوصا ذاك الوقت اللي قلنا بين 12 حتى 4، يختار وقت اللي غادي يكون فيه ما تكونش الحراره مجهده، ويبقى واحد الوقت اللي هو جيس ما يبقاش بزاف، يبقى 4 ساعات ولا 9 ساعات، وهذه الحصات يكررهم في خلال الايام المقبله. نعم، غنرجعوا لك مازال دكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. رقم التواصل معنا دائما هي مفتوحه 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 43 000 سعود، كذلك عن طريق الرقم 5080 اللي كتبتوا كلمة صحة مرفوقة بالسؤال ديالكم، وبعدتوا كل شيء للرقم 5080. فاصل إعلاني وراجع لكم، بقوا معنا. الناس الكبار في السن كيكونوا معرضين خلال فصل الصيف للكثير من المشاكل الصحية، أولها مشكل الجفاف، وهو أمر طبيعي لأن الوظائف ديال العديد من الأعضاء والحواس كتنقص عندهم في هذا السن، فالإحساس بالعطش ما كيبقاش، وهنا كيجي دور الأشخاص المحيطين بهذا الشخص المسن، فما نتسناوش حتى كيطلب هو الماء باش يشرب، وإنما حنا كنعطيوه ليه وكنفكروه باش يشرب، كذلك كنتفاداو أنه يتعرض للمشكل ديال ضربات الشمس اللي كنشوفوها خلال فصل الصيف عند الكثير من الناس اللي هما في هذا العمر هذا، فنتفادوا انه هذا الشخص يعني يتعرض لاشعه ديال الشمس ما بين التوقيت ديال 12 النهار و4 ديال العشيه. ما نساوش المساله ديال الترطيب ديال الجسم ديالو، ما فيها باس كذلك داك الكريم الواقي من اشعه الشمس نعملوه ليه الا كان غادي يتعرض مثلا الاشعه ديال الشمس، الا كنا غادي ناخذوه معنا في عطله وغادي يتعرض الاشعه ديال الشمس مثلا على الشاطئ او لا البحر، فضروري هي نقط سهله وبسط بزاف، ولكن راه كتخلي هاد الناس اللي هما في هاد السن هذا كيتجنبوا العديد من المشاكل الصحيه اللي ممكن تبان عندهم خلال الموسم ديال صيف. كانت هذه فقط نصيحة اليوم. مستمعي الكرام، في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة بحضور دكتور مصطفى الودغيري طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة، فمرحبا بكل أسئلتكم. نمشيو نتواصلوا هاد المرة مع إلهام على الخط من مدينة مراكش. صباح الخير إلهام. صباح النور حبيبات، شخباركم على لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك معنا. تنشكركم يا اختي بزاف، عرفتي علاش؟ لأن والله إلا جبتوا لنا الطبيب حتى للدار يعني درتوا فينا خير كبير والله. الحمد لله، مرحبا إلهام، وشكرا كذلك. هذه فرصة إلهام ما تفوتنيش باش نشكر كل الأخصائيين الأطباء اللي كياخذوا طبعا ذاك العناء وكيجيو لعندنا، والغرض ديالهم دائما هو التوعيه ديال كل مغاربه، فشكرا لهم. الله يجازيكم بخير حبيبه، الله يجازيكم بخير حبيبه. الله يعطيك السلامة. المشكل اللي عندي نعم هو ديما كنعاني من لافاتيك جينيرال، بغيت غير نعرف واش عندي 45 عام، بغيت غير نعرف واش هاد لافاتيك واش سي دو لارترو سيرفيكال اللي كانت عندي، باسكو كانت عندي المشكل تاع لارترو سيرفيكال ولا ماش، اون بلوس عندي بروبليم تاع لي فاريس، لان انايا ديما واقفه شغل وقفه بون ديما وقفه، ودابا مؤخرا قليل فاش كنخرج ندير سبور، بحال ما بقاش عندي الوقت باش نخرج ندير لا مارش كيف كنت موالفه كندير، وكنت كنخرج نجري بزاف داك الشيء بون جي اريستي سا دان سولكو. وبغيت نعرف مناش حبيبه واش نمشي نشوف ميدسان اشنو خصني ندير؟ عافاك. واخا لالا الهام، اعطينا فكره على الوزن والطول ديالك شحال؟ عندي 1.72 وكان وزن 75 كيلو، يعني ما كنحاولش نزيد عليها باش كنحس براسي زد، ديما كنقص. وراه مع العين كناخذ الخبز مسوس، كناخذ حليرات الصباح مسوسه مثلا الحليب ولا القهوه ولا العسل ولا شنو كناخذهم سون سكر، صافي زعما راه دايره الاحتياطات ديالي. علاش؟ على حقاش كنت واحد المره واحد الفطار اللي هي دوزون دو سا، كانت ديما كانت تطلع لي طونسيون ل 15، فكان في كان طبيب فاش كنت مشيت عنده داك الشيء قال لي بور لو مومون يعني تا با بوزوان دو ميديكامون، ولكن نصيحتي هو
تنقصي وديري الرياضه. وسي فغي كنت نقصت وكنت تبعت وكنت كندير الرياضه وداك الشيء والحمد لله. صديق فاش وليت كنمشي نعبر داك الشيء تلقى 12 يعني ما بقاش عندي ذاك المشكل. بالنسبه للسكر منين كنت عاوتاني كنت لقيت 78 صافي وليت عاوتاني حتى هو نقصت منه. ما بقيتش كناخذ الحلويات وهذه وهذه. دونك بقات عندي غير هذا المشكل اختي تاع لافاتيك جينيرال. داكو باش نسولك الله يخليك مدام إيهاب، لا فاتيك جينيرال كتكلم عليها مدة عندي سنوات طويلة، يعني مدة طويلة هذه ماشي غير أيام. نعم لا ماشي مدة طويلة هذه نقول تقريبا نقدر نقول لك من 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 العام اللي فات، يعني من رمضان تاع العام اللي فات. ربما الوقيتة اللي حبستي فيها مزاولة الرياضة يمكن ذاك الوقت. لا دابا شي 3 موا هذه باش حبسي ما بقيتش كندير لاكتيفيتي ديالي ما بقيتش كن باغ كونت خرج ليا لتحت عرفتي ما جونب ديما عندي فيهم شي شويه نتاع الصداع ديما ديما ملي كنبغي نعس ديما كيلهتو. داكور واخا نجاوبك لالا الهام شكرا لك تواصلتي معنا. شكرا وهلا يخصيكم الله يخطيكم اختي ميرسي بوكو. العفو شكرا لك الهام. المشكل ديال التعب عام يعني وفي العمر ديال 45 سنه كنقولوا الهام راه مازال صغيره. نعم. يعني هو المشكل ديال التعب العام او العياء بصفه عامه يعني اللي هو سافي دير بوكو تشوز يعني صعيب باش انسان هذا واحد العلامه اللي كنقدروا نلقاو في واحد مجموعه ديال الامراض. وربما كذلك في المشكل ديال ملي كيكون الضغط ضغط من نمط الحياه ديال الشخص انه ربما كيتعب كثير نفسي ولا حتى فكري. كنعرفوا كذلك بعض الناس اسمح لي دكتور مصطفى الودغري اللي الخدمه ديالهم كتطلب شويه مجهود فكري يعني العقل. نعم. ديالو التركيز خاصو ديما يكون حاضر. كنشوف في الاخر ديال النهار كنلقاو يعني واحد التعب يعني على الجسم ديالو كله كما كنقولوا حنا بدرجه مسهوت. بالفعل فعلا فهذاك نمط الحياه مهم. الانسان ماكش يعطي وقت فعلا يعطي وقت للعمل هذه مهمه ولكن يعطي وقت للجسم ديالو للذات ديالو انه يحاول ياكل بواحد الطريقه اللي هي معتدله متوازنه يعطي وقت للراحه. ربما اللي كان عنده وقت انه يقدر قيلوله واخا في غير ربع ساعه ولا قصبين يستافد منه ما يسهرش بزاف بالليل يزاول الرياضه يبتعد عن المسائل اللي كانت فيها منشطات. كتكلمنا على القهوه تكلمنا على الشاي ما يحاول الانسان ما يشربهمش في الليل خصوصا القهوه والشاي لان فيهم ديزيكسيتون اللي يشرب واحد في الليل يقدر بالليل ما ينعش مزيان وما ينعش مزيان بالليل الصباح غيصبح عيان. هذا الشيء زعما بصفه عامه ولكن كنصح الاخت الى انها تشوف طبيب باش يدير واحد المجموعه ديال الفحوصات التحاليل الطبيه باش يشوف بان فعلا ما كاينش مشكل عضوي وربما يكون مشكل غير ديال النمط الحياه. هنا كاين مجموعه ديال النصائح اللي يمكن نوجهها للسيده الهام وبعض الادويه اللي كتكون بسيطه باش تقدر تساعدها. غير الهام ربما كانت كتسول دكتور بدغري شنو التخصص اللي غتوجه ليه؟ في الاول كتشوف طبيب الطب العام. الطب العام في الاول كيقوم بمجموعه ديال الفحوصات السريه والتحاليل الطبيه وهو غيشوف على حسب يقدر يوجهها عن طبيب مختص من بعد. نعم نمشيو هذه المره باش ناخذوا ام يوسف معنا من مدينه اكادير. صباح الخير ام يوسف. صباح الخير لله. مرحبا بك معنا. كنشكركم على هذا البرنامج وكنشكر الدكتور الله يجزيكم بخير. مرحبا. الله يخليك عندي واحد السؤال الله يجزيك بخير. نعم. انا النعس ديالي عندي 4 سوايع ما يمكنش نعس اكثر من 4 سوايع. ماشي 4 سوايع كنشبع فيها النعس كيقول لك خصك 6 سوايع 8 سوايع ولكن انا 4 سوايع النعس بكير ولا النعس معطلة 4 سوايع ديالي هي فاش كنشبع النعس صافي هذه اللي عندي انا في حياتي ماشي غير دابا اللي عندي لاج ديال سيكونتو قبل انا هذاك هو النعس ديالي. ياك ما يتاثر عليا في الكبر ديالي حيت كيقول لي تقدري تصابي بالزهايمر ولا سميتو. وبالنسبه الو كنسمعوك ام يوسف. اي وبالنسبه للصيام كنصوم طول العام 2 و5 واخا يكون الحال سخون واخا كل شيء واخا تكون الحراره وفي الليل كناكل نشرب عادي وناكل عادي مورا الصيام. والايامات اخرى عندي زعما من الماكله ديالي متوازنه لا من الفواكه ولا الخضر ولا كل شيء. وبالنسبه على النعاس ما كناخذش تاول القهوه من 6 د العشيه الفوق الا خديتهم هذوك كاع ما يديني النعاس. فعلا. نعم. واخا نجاوبك ام يوسف شكرا لك توصلتي معنا من مدينه اكادير. العفو شكرا لك وطبعا تحيه لك وكنحيي في هذه المساله ديال الصوم التطوعي كل يوم 2 و5 فربما دابا عاد بينا كنشوفوا الدراسات اللي مره كنسمعوا على دراسه المانيه مره على دراسه امريكيه مره كنشوفوا انه ذاك التعاون ما بين دول عربيه واخرى اوروبيه بدا يعني الناس توصلوا حتى للمساله ديال العلاج بالصوم
وانت على علم بهذه المساله. دكتور مصطفى الودغيري، فالحمد لله لما كنلقاو الناس المغاربه مازال حاضره عندهم هذه الفكره ديال الصوم التطوعي كل يوم اثنين وخميس، راه ما تصوروش الايجابيات اللي كتكون على الصحه ديالنا. هذا بالاضافه انه دائما كيكون عندنا استعداد لشهر رمضان، ما كنكونوش محتاجين انه كنفكروا لا رمضان لما غيجي وغيكون، لانه دائما ذاك الاستعداد كيكون من قبل، والاستعداد كيكون استعداد عضوي والاستعداد النفسي مهم بالفعل. ان شاء الله غنكون نخصوا واحد حلقه خاصه برمضان. ان شاء الله مع اقتراب شهر رمضان. بالنسبه لام يوسف تكلمت على 4 ساعات واش كافيه؟ هي ما كتبقاش بالعدد ديال الساعات، كتبقى بذاك النعاس اللي نعس الانسان، واش ملي كيفيق في الصباح كيحس براسو مرتاح ولا لا، حيت لوغلوج بيولوجيك ديال الانسان الساعه البيولوجيه هي ساعه في داخل كل واحد فينا في الجسم ديالو في الذات ديالو، كل واحد وكيفاش مولف. كاين اللي كينعس كثير، كاين اللي غران دورمور اللي كينعسوا 8 9 10 ساعات، اللي يعني اللي نعسوا قل كيحسوا براسهم تعبانين واخا نعسوا 8 9 ساعات او اكثر. كاين الناس اللي كينعسوا 4 ساعات ولا 5 ساعات وكافيهم، لان المهم ان ملي كتفيق في الصباح كيفاش كتلقى راسك، كتلقى راسك نشطه ومستعده ومرتاحه، وداك الشيء ما كيبقاش مشكل، لان هي ولفت ذاتها ذاك الوقت ديال النوم والوقت ديال 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 النشاط ديال الحركه، فماشي مشكل انها تنعس 4 ساعات. ربما اللي كان في العشيه انها تقدر دير قيلوله صغيره باش كترتاح اكثر، اللي كانت الامكانيه هي مزيانه، هي منصح ان الانسان ينعس واخا، والقيلوله ملي كنتكلموا عليها كل ما كانت قليله كل ما كتكون مزيانه، كتكون ذاك القسمه ماشي قيلوله ديال ساعه ساعتين، ماشي لا ساعه كتولي لا ساعه كيولوا عندها واحد يعني مضاعفات في اليوم، الانسان كيحس كيبقى داخل الليل في النهار وما كيبقاش مرتاح ما كيكونش نشيط، فهي قليله 4 ساعه وكتنفع الناس بزاف. حتى الناس اللي عندهم دابا كنشوفوا الناس اللي كيخدموا التوقيت المستمر، الانسان اللي كتاخذ نص ساعه ولا ساعه الا ربع باش الانسان ياكل، اللي يقدر ياخذ غير 4 ساعه ويرتاح فيها غادي يحس بواحد النشاط يعني ممتاز في الباقي ديال اليوم ديالو. نعم، اذا ما كاين حتى شي تاثير، هي قالت كنسمع انه ممكن تعرض لمشكل ديال الزهايمر او على مشكل على الذاكره، فنهائيا ما عندوش علاقه هذا الامر. المشكل ديال الذاكره يعني اللي الناس اللي عندهم مشكل ديال النوم، خصوصا الناس اللي كيتناوموا اللي كيتناولوا الادويه باش ينعسوا ثبتت الابحاث العلميه انه ذوك الادويه اللي كيساعدوا في النوم لي سومنيفير، هذوك متناولين بواحد الصفه كبيره واحد مده طويله، هما اللي كيقدروا يعرضوا الشخص لاصابه بمرض الزهايمر. نمشيو نتواصلوا هذه المره مع باقي المستمعين الكرام. معنا مليكه على الخط من مدينه اكادير دائما. صباح الخير مليكه. صباح الخير حبيبه، مرحبا بك معنا. دايره لاله لاباس؟ الحمد لله مليكه، اهلا وسهلا. الحمد لله. عفوا بنتي بغيت نسول الدكتور. مرحبا لاله مليكه. عندي 60 عام. نعم. وتجيني دائما ديك الحرقه ديال النبوله دائما دائما دائما، ديما تمشي عند الطبيب تناخذ الادويه والو. وخفت لا تكون لها شي تاثير خايبه بنتي، خفت لا نصاب بشي حاجه خايبه ولا شي. نعم واخا الدواء ما قدا ليا فيها ما عرفتش. شحال تقريبا شحال هذه المده لاله مليكه وانت عندك المشكل؟ نقول لك بنيتي هذه شي 3 شهور. 3 شهور وانا في هذه الحرقه، وتنتسنى تديروا شي برنامج على هذا الشيء، ولكن عمري ما سمعتو. نعم، والحمد لله انت تواصلتي معنا اليوم لاله مليكه. غير قول لي التحليلات اللي كان عطاك الطبيب عملتيهم، كان عطاك شي تحليلات؟ عطاني تحليلات ولكن ما عقلتش ما عرفتش فين درتهم. لا لما عطيتيهم للطبيبه شنو قال لك؟ شنو النتيجه؟ قال لك راه التحاليل مزيانه ما فيها حتى شي حاجه؟ لا قال لي عندي بحال شي حجره في النبوله. بحال حجره. عندي شي حجره في النبوله، عرفتي الاخرى النقطه الاخرى تنحس بها بتخرج. نعم نعم واضحه لاله مليكه. شي سؤال ليها ولا واش كت لاله مليكه واش كتتحكم في التبول ديالك؟ يعني واش ولا كتبعد بحال كنقولوا تفلت البوله، يعني ما كيقدرش يتحكم فيها، كتوقع لك هذا الشيء؟ هذا ما تحكمش فيها دكتور، ما كتحكمش فيها كتخرج صافي. نعم نعم كيجي وقت كيفي انا ديما دايره هذوك لي بروتيج هذوك الشيء دائما في كل وقت. واخا نجاوبك لاله مليكه، شكرا لك تواصلتي معنا، وان شاء الله دعواتنا لك بالشفاء العاجل والقريب يا رب ان شاء الله لك ولكل مريض، ودوام الصحه والعافيه ان شاء الله للجميع. باش نقدروا نجاوبوها تقريبا هذه المده ديال 3 شهور باش عندها هذا المشكل، وغنرجعوا نجاوبوا الا سمحتي لاله مليكه. دكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، غادي نبقاو مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره باش نواصلوا حلقه اليوم من برنامجكم الصحه والسلامه على الاذاعه القريبه منكم مدغاتيو. أنا على مد غاديو دائما في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة رفقة الدكتور مصطفى الودغيري طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. مرحبا بكل تساؤلاتكم، أرقامنا مفتوحة دائما، وراء الإشارة هي 0522 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09، كذلك عن طريق رقم 5080 إلى كتبتوا كلمة صحة مرفوقة بالسؤال ديالكم وبعثوا كل شيء للرقم 5080. كنا توقفنا في السؤال ديال مليكة المستمعة الكريمة اللي تواصلت معنا الدكتور الودغيري، قالت في العمر ديالها
60 سنه ومؤخرا يعني اكتشفت هذه المده تقريبا ديال 3 شهور عندها حجره في النبوله على حسب ما شرح لها الطبيب. فدابا هي بغات غير تعرف يعني شنو التاثيرات والمضاعفات اللي تقدر تكون عندها من بعد وشنو هو الحل. هو المشكل اللي كتعاني منه خصوصا تكلمت انه عندها الحريق في البوله بزاف يعني الالم اللي هو كبير كثير وفي كل وقت في الليل في اي وقت يعني فهذا الم اللي كتحس به ويعني كيأثر عليها بشكل كبير. فالسبب الرئيسي اللي كيكون هو التعفن. نعم. انفيكسيون اورينير يكون ناتج على ديك الحجره اللي ربما يكون الطبيب. ربما يكون ناتج على الحجره لان الحجره كتفعل يعني سيت فاكتور فافوريزون يعني كتساعد انه يبانوا يعني التعفن في النبوله. فهنا كنصحوا المستمعه الكريمه باش تشوف طبيب مختص في الجهاز البولي جراحه الجهاز البولي فاش هو اللي كيقوم بهذه المجموعه ديال التحاليل كيقوم كذلك بالفحص بالاشعه بالصدى ليكوغرافي كيقدر يدير واحد التحليله اخرى واحد راديو بشكل اخر فكيقوم بواحد المجموعه ديال التحاليل باش يعرف السبب لان المشكل اما في التعفن اما في ذاك الحجره اما في العضله ديال النبوله ما كتقومش بالوظيفه ديالها كتكون سو كونتراكت يعني كتبقى تحرك في كل وقت ماشي حتى كتعمر النبوله هذا الانسان كيمشي للمرحاض فاي وقت كتكون كدير عندك لي كونتراكسيون وكيقدروا يتسببوا لها في الحريق. فمن الافضل انه تشوف اخصائي في هذا المجال هذا وهو اللي غادي يقوم بمجموعه ديال التحاليل وغادي نشوفوا السبب ديالها ان شاء الله. نعم وربما تطرح المساله ديال الجراحه تكون هي الحل ربما يكون الجراحه اللي كانت حجره في النبوله ديالها وكانت كبيره فعلا كتكون الجراحه. نعم نجاوبوا كذلك معنا اس ام اس هذه المره من عند المستمع الكريم عبد العزيز كيقول ان عندي الاب ديالي في العمر ديالو 68 سنه بغيت نقول لكم انه دائما في الصيف من الصيف للصيف كيتنفخوا ليه رجليه العام كامل ما كيكونش عنده مشكل حتى كيوصل الصيف كيبقى تقريبا 3 شهور حتى لاربع شهور المشكل ديال الانتفاخ في الرجلين ديالو لما كيفوت الصيف ما كيبقاش عنده هذا المشكل بغيت نعرف شنو السبب. ما كاينش يعني سبب مباشر علاقة الصيف مع الحرارة لا ما كاينش علاقة نهائيا ربما اللي كان ما كيتحركش كثير في الصيف مع نظرة يمكن ديال الحرارة كتكون كثيرة ما كيخرجش ما كيتمشاش بزاف داك الجلوس كثير فيعني ما كتكونش الدورة الدموية ما كيرجعش الدم بصفة عادية للقلب فكيبقى لتحت في الرجلين كيتنفخوا هذا ربما ما عرفتش أنا الحالة واش عنده أمراض أخرى واش عنده سكري واش عنده ارتفاع الضغط الدموي واش عنده مشكل ديال القلب هادو حتى هما كيقدروا فعلا انه ملي كيكون خصوصا فشل ديال القلب كيكون القلب عيان شويه كيبداو الرجلين كيتنفخوا. فهنا ما كاينش واحد العلاقه مباشره بين الصيف وبين انتفاخ الرجلين ربما الا اللي كان عنده لي فاريس وما كانش كيتحرك بزاف فعلا الرجلين كيبداو يتنفخوا. نعم ناخذ اخر مكالمه معنا نعيمه من مراكش. نعيم الراديو اللي حداك رجاء انا دائما كنقول هذا الطلب من كل مستمعي الكرام لما تكونوا غادي تتواصلوا معنا فرجاء سمعونا من التليفون ماشي من الراديو لانه الصدى ديال الصوت راه كيزعج كل مستمعي الكرام الضيوف ديالنا وكذلك حتى حنا. فمعنا اسماس هذه المره من عند حليمه كتسول كتقول ان عندي مشكل انه الام ديالي الفصل ديال الصيف دائما كتخلعني لانه ما كتبقاش كتكلم نهائيا الوجه ديالها كيكون احمر وكتلهت بزاف وما كتبقاش كتكلم معنا لدرجه انه شحال من مره كنقول صافي يعني الام ديالي هذه هي الخير ليها يعني هكا كتقول نعم. حليمه ولكن من بعد ما كيمشي الفصل ديال الصيف كترجع الحاله ديالها طبيعيه واش يعني هي كتقول الحمد لله عندها طونسيون ولكن حنا متبعين ليها الدواء ما عندهاش مشكل منه وغير هذا المشكل ديال انها انا كتخلعني لان كتبقى تلهس بزاف وما كتبقاش كتهضر نهائيا. هذا السؤال هو مهم لان فعلا كيبين العلامات اللي يقدر يحس بهم الانسان في الشخص المسن في كيكون جفاف ديال الجسم لان ماشي غيجي عند الطبيب غادي يقول لي الدا ديالي جافه عندي ديزيدراتاسيون لا فهو كيكون مجموعه ديال العلامات لي سيمبتوم اللي كيعبروا على انه كاين جفاف في الجسم. شنو هما هاد العلامات فعلا كتكون انسان الدا ديالو كتكون كيحس بها كتناشفه كيحس بالعياء الشديد عدم التركيز كيكون شويه حتى الخاطر ديالو كيكون شويه ضيق. نعم ما كيقدرش حسب ربما ما يهضرش معاهم بحال الحاله ديال ام حليمه لان كاين يعني الدات نقص ما فيهاش السوائل فالدماغ كيتاثر بنقص السوائل كذلك انخفاض الضغط الدموي وارتفاع دقات القلب داكشي ملي كتحس بها بحال كتحس بحال شويه النهشه فيها ولا كتحس بقلبها كيضرب بجد فعلا هادو كله علاقات يعني فيزيولوجيه كتقوم كتوقع ملي كيكون الدات ناشفه فهادو هما العلامات انه الانسان خاصو ينتبه وديك الساعه يشوف الطبيب باش يدير التحاليل ويبدا العلاج في اقرب وقت العلاج اللي كيكون هو في الغالب العلاج كيكون الانسان يشرب الماء بزاف بعد الحالات ملي كتكون الجفاف
جد متقدم انه كيضطر ان نعسو الشخص المسن لان ما كيبغيش يشرب الماء محتاج ربما كميه كبيره ديال الماء ديال 4 ولا 5 لتر وما يمكنلوش يشربها فكنكون مضطرين انه ينعس في المستشفى باش ندوزوا ليه لو سيروم الكميه اللي كيحتاجها باش ترجع الحاله ديالو كيف ما هي لان داك المشكل ديال الشفاف كيأثر على الكلي كيولي قصور الكلي القصور الكلي كيولي هو نقولوا يعني في هذه الفتره معينه في الفتره المعينه وكذلك كيأثر حتى على القلب شحال واحد هذا الشفاف كيأثر له على القلب ديالو وكتولي سكون ابي نيسونس كاردياك يعني القلب كيعيا لان نظرا لانه ما كاينش سوائل في الدات بزاف والقلب كيقوم واحد المجهود بزاف وربما القلب كيكون عيان في الاول كيكون ضعيف فهذا الشيء كله كيجعل انه كيتعرض الشخص المسن مشاكل صحيه كبيره اللي تقدر تسبب في الوفيات كثيره كما قلنا في فرنسا ان اكثر من 15000 حاله اللي كانت توفى في 2003. نعم معنا اخر اس ام اس من عند سعيد كيقول انا والاخ ديالي دائما في الصيف كناخذوا الاب ديالي للبحر وكنخليوه يدير السباحه بزمنه حنا بزوج كنتعاونوا عليه واش ما كاينش تخوف على الصحه ديالو نهائيا هو دابا في العمر ديالو 72 عام تبارك الله فكيعملوا ليه لا ناتاسيون يعني واخا هو ما عندوش غلبه فيها. ممتاز 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 لان الجسم محتاج الماء الماء نشربوه ولا نتبردوا به ولا السباحه ولا الجسم محتاج الماء كيف ما كان الطريقه فالعكس ننصحوا انه اللي كانت امكانيات للبحر او لابيسين ولا المسبح فهو ممتاز انه الشخص المسن يحتوي يستفد من هذا لو بليزير دو لا في. شكرا لك دكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه ان شاء الله موعد جديد غادي يجمعنا معك اكيد في الحلقات المقبله بمزيد من النصائح والمعلومات اللي كنكتشفوها معك دائما في كل لقاء. شكرا لك. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال غدا لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد كانت معكم وراء الميكروفون وسعيد عقل اللي رفقتني في الاخراج اما سميحه فكانت في استقبال مكالمتكم صبيحه سعيده وبدايه اسبوع موفقه مره اخرى كنت منوها للجميع الى اللقاء.